السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. فيديو جديد هذا النهار ان شاء الله يا ربي، فيديو خاص هذا النهار، فيديو ما فيه لا طياب لا والو. كما كتشوفوا راني في طوموبيل، ان شاء الله يا ربي بغيت نبدا ان شاء الله يا ربي نبدا نحط لكم شويه على السوغان ان شاء الله يا ربي. اني السوغان ما نقدرش نحط لكم فيديو كامل على السوغان، يعني غنبقى نحط لكم شويه. المهم وانتم وشنو بغيتوا، الا عجبكم طلعوه بلي لايك والبارطاج، الا ما عجبكمش يعني غنوقفوه. المهم اول حاجه غنبدا معكم، حليت الباب باش كيتخليا الهواء، ولكن الطوموبيلات كيدوز بزاف كاين الصداع. المهم غنبداو ان شاء الله. يعني اول حاجه الناس اللي كيكونوا راهم ديجا في اوتيكول، ولا الناس اللي بغاو عاد كيفكروا غيمشيو يدوزوا البيرمي، كنقول لكم غير زعموا وسيروا، راه حتى شي حاجه ما صعيبه، راه كلشي سهل. كاع الحاجه اللي كنديروا في راسنا وكنخدموا عليها راه غنوصل ليها. بصح الطوموبيل ملي كتدخل ليها وكتشوف فيها بزاف الحوايج راسك كيدور، يعني انا وقعت ليا ملي كتدخل كتشوف الفيتاس، كتشوف المرايه، كتشوف خصك تشوف المرايه برا، تشوف مرايه هكا، تشوف هذه تشوف هذه، براسك كيدور. يعني انا كانت وقعت لي، ولكن من بعد نبدا مع العزيمه وباغي يوصل راه كيوصل. المهم ان شاء الله يا ربي غنبداو. يعني اي طوموبيل كتدخلوا ليها، يا راكم في ايكول، يا راكم في الطوموبيل ديال شي حد من العائله باغيين تعلموا، كتدخلوا اول حاجه كتقادوا الكرسي ديالكم. يعني الكرسي ديالكم كتقادوه، ماشي كيما كان داك الكرسي كتطلعوا وصافي وتجلسوا وتبداو، لا كتبداو وتقادوا الكرسي على، حطوا رجليكم على، انا هبط الكاميرا باش نقدر نفهم ليكم بزاف. هنا كاين الفران، كيكون عندنا الفران على يدنا اليسار، لومبرياج كيكون في الوسط، اكسيلاتور كيكون على رجلنا اليمين. المهم كيما كتشوفوا، يعني علاش غنقادو الكرسي؟ الكرسي غنقادو باش رجليا كتجي مزيان هكا في الوسط، شتي رجلي خصها تجي في الوسط، ما يجيوش يلا السبعه واصلين هكا. ملي كيكونوا عا يلا السبعه واصلين، يعني كتكوني تقدر تزلق لك هكا ومشكله، يعني تقدر الطوموبيل توقف الله يستر. المهم خطا كبير، ما نديروش على نص ديال السبعه لنا. هذا خص يجي هكا كما كتشوف، شتي ما كيبانش كيبانش لك ال سيكون هاك، وتكونوا مرتاحين وما تكونوش بزاف، يعني قاربين هكا الفولوم بحال هكا، راكم قاربين ليه بزاف هكا، يعني تحسوا بان راكم اليز، ديروا راسكم تكونوا اليز. هذا هو اول حاجه في السوق. من بعد عندكم المرايه، مرايه ديال الداخل بحال هذه اللي كنخصني نوريها لكم اقل سيميو. المهم المرايه كما عارفينها اللي لداخل، خصكم تقادوها على حسب المرايه. شتو اللور ديال الطوموبيل؟ عندي واحد المرايه الجاج ديال اللور، خصو نقادو على هذيك الجاج، يبان لنا كامله داك الجاج هكا كامله تبان لنا في المرايه ديال الطوموبيل اللي لداخل، هذيك الجاجه كامل ما نقادوهاش، يبان فيها غير النص تحتاني ولا النص الفوقاني، نبانوها باش تبان كامله. دابا راني انا عندي مقاده، راني صيفط حتى هنا، راه كتبان واحد الطوموبيل من اللور. شنو الطوموبيل كاينه مورايا؟ انا خصني ديك الجاجه اللي عندي انا هكا كامله تبان لكم في المرايه اللي كاينه في الطوموبيل. هادو هما المهم الحوايج ديجا الاولى خصهم يداروا. من بعد الصمطه ديالكم، الصمطه ضروريه، هي تكون في اوتيكول، هذيك في اوتيكول يعني هما غايقولوها لكم، من تكونوا يعني غير بوحدكم كتعلموا مع شي حد ولا، الصمطه ضروريه الدار. المهم غنسد شويه الباب، ومن بعد ملي كنطلعوكم كنديروا الكرسي كيما قلت لكم، المرايه كنصمتو. شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا باش نعرفوا الفيتاس، يعني الفيتاس ساهل، الفيتاس خصكم غير تعرفوه كي داير. الفيتاس بصح كاين اللي ما كيعرفش يدوز الفيتاس، راه كاينين الناس عندهم البيرمي وداكشي، ولكن باش يدوزوا الفيتاس الاولى الثانيه الثالثه داكشي كتكون شويه صعيبه، ولكن ان تفهموه هو اصلا كي داير داك الفيتاس راه غتجيكم سهله. المهم دابا غنهبط الكاميرا للفيتاس وغتشوفوا معايا. هلا هذا هو الفيتاس كما كتشوفوا، هنا المارشاريال الاغ سي ديغيغ، مارشاريال الاغ ديما كيكون هو المارشاريال،
يعني ملي كديروا الاير بحال هكا كما كتشوفوا كتكون واحد الجليده هنا من التحت. كل طوموبيل وشنو كاينه الجليده اللي كتهز ليها وكاين شي طوموبيل ما كتهزليش كنظن. المهم انا طبعت ليش كاملين كتهز ليهم هادي باش كيدوز الفيتاس كيدوز مزيان. نشوف نحاول نوريكم واحد الجليده كاينه من التحت يعني كتبان ان فات غتهزوا غتشدوا الفيتاس في يديكم راه غتحسوا بها. هنا كما كتشوفوا كاين البرومي الدوزيام ثوازيام كاتريام سانكيام سيزيام. المهم كما كتشوفوا دابا الفيتاس انا داير بحال هكا يعني كما كتشوفوا هاد الخطوط هادو اللي كاينين في الفيتاس انتوش كيبان مزيان على حساب الضوء ضرب بزاف نحاول نبينو مزيان. ملي كتشوفوا هاد الخطوط هادو اللي كاينين هنا راه الفيتاس داير بحال هكا هاد البلاصه هادي يعني هنا داير بحال. دابا غندوز دابا الفيتاس كما غتشوفوا يعني هنا ضروري رجلي الفران لومبرياج ضروري لومبرياج باش ندوز الفيتاس. بحال دابا غندير هنا وحده الا ما درتش رجلي على لومبرياج الفيتاس ما غاديش يدوز يعني بحال اللي كتحل ليه الباب باش كتحل هذا الباب هذا باش كيدوز. يعني الا بقيتو دوزو الفيتاس نتوما ما دايرينش رجلكم على لومبرياج بحال اللي دايره انا راه الفيتاس ما غاديش يدوز تقدر تهرسوه. المهم دابا غنردو بامور بامور كتسنى راه كتسمى راه في الوسط كما غتشوفوا معايا دابا راه في الوسط. ولا بحال دابا المشاريان كنجبد هاد الجليده من التحت وكندوز يعني كان بحال اللي كنجيبو كاع الجنب يعني كاع الجنب بحال هكا وكندوز هادي المشاريان. وكاين شي طوموبيلات اخرين اللي تقدر ديري هكا وكترجع للور كتجيبوه لهنا كنظن كاين وقيلا شي نوع ديال الطوموبيلات بحال هكا. المهم هذا يعني باش ما كتخالطش ما بين المارشاريال والبرومي غير ديك الجليده يعني الا هزيتي الجليده كتسمى غديري المارشاريال الا ما درتيش الجليده ملي كديري البرومي يعني واخا البرومي ماشي بحال شوفا ما كتمشيش الجهه الاخرى بحال اللي غندير المارشاريال. المارشاريال نتوما غتشوفوا معايا دابا شتي مشى كاع حتى الجنب حيت هزيت ديك الجليده من التحت والبرومي هذا هو الجهد ديالو بحال هكا كندير هكا ولكن رجلي كتبقى ديما على المبرياج كما شفتوا وعلى الفران. المهم غندير بحال دابا هكا وغنمشي يعني بشويه كما غتشوفوا دابا راه على البرومي درت البرومي ورجلي على المبرياج والرجل الاخرى على الفران. يعني الرجل اللي كان ديما على المبرياج والاكسيلاتور ليمن ديما ليمن اليسر كتبقى ديما الفران اليسر كتبقى ديما الفران. عمركم ما تجيبوا رجلكم د اليسر ديروا على المبرياج ولا على الاكسيلاتور هذه ممنوعه يعني اليسر تقدر تبقى حاجه يعني الاكسيد الله يستر ولا رجل اليسرى ديما تبقى بلاصه الفران. المهم كما غتشوفوا معايا دابا حاطه جوج رجليا دابا دوزت الفيتاس وغندير هكا بشويه يعني حيت رجليا من لومبرياج حيت دوزنا دابا دوزنا الفيتاس وغنحطها على الفران غنشوفها تبان لكم ولا لا. يعني غنبقى غتسمعوا الطوموبيل شفتوا يعني كتسمعوا الصوت كيطلع ديال الطوموبيل. المهم هاد الرجل اليمنيه كتهبط بشويه واليسريه كنزولها بشويه يعني كتخدموا غير هكا يعني اليمن كتبرك واليسر كطلع بشويه كما كتشوفوا وكنحيد رجلي ما نتمنى تكون باينه حيت راني كنسوق وكنفيلمي. ممكن كما كتشوفوا نتمنى تكون باينه بحال هكا وكنبقى نكسيري براني هكا مكسيريه كما شفتوا دابا راني غاديه راني غاديه بسرعه المهم غير قليله باش نقدر نوريكم. ودابا غنوقف رجلي على الفران وعلى لومبرياج باش غندير بامور شفتوا كنوقفوا بالبامور. يعني كاينين الناس اللي كيوقفوها يعني كيدوزوا الاولى وكيوقفوها ولكن الناس اللي يبداو غادي يتعلموا
مزيان توقفوها بالبامور ورجليكم على الفران وعلى اللومبرياج، وديروا فرامه كما كتشوفوا راه عندي فرامه هنا. ودابا تقدروا تزولوا رجليكم، انا نوريكم تزولوا رجليكم بالبرياج الفران. فوالا انا عندي الطوموبيل كتكتك بوحدها كما كتشوفوا بحال هكا. ودابا غنوريكم بحال دابا غنقدروا عاد باش نديماريو باش نمشيو، يعني بحال اللي درنا في الاول رجلي الفران لكسيل لومبرياج وكندوز الفيتاس، غنزول فرامة يعني كي كيكون هكا. وكاين اللي كيكون عندهم شي طوموبيلات كيكون عندهم فرانا اما هنا ممكن الطوموبيل وشنو. فوالا كيما شفتو دابا دوزنا الاولى بحال هكا، وغنحي رجلي من لومبرياج ديريكتومون الفران الكسيلاتور ديريكتومون الكسيلاتور كيما شفتو. دابا انا حاطه رجلي غير على الفران، دابا غنكسيري بشويه ما حدك انت كتكسيري وانت كتزولي رجلك. ما لقيتش لا بلاص مزيان باش نوريكم، انا خصني نرجع للور باش نقدر نوريكم. فوالا كيما شفت دابا رجعت شويه للور باش يكون عندي لي سباس نوريكم. كيما كتشوفوا غنزول رجلي مبرياج الفران الفران كنبقى نطلع رجلي بشويه، رجلي اليسريه ورجلي اليمنيه الكسيلاتور كنكسر. ودابا غنوريكم ان شاء الله غنديروا المارشاريال كيما غتشوفوا. المهم غنزيد باش تشوفوا اني رجل اليسريه غندير لها الفران لومبرياج اليمنيه، وغندوز المارشاريال كيما غتشوفوا اني كندير يديا من التحت باش كيطلعوا ديك الجليده ديك المهم الجليده من التحت، وكنطلعها كيما تشوفوا يدي كطلع، وكندير مزيان هكا اليسر ونزيد القدام بحال هكا. وما تنساوش فرانا ما غنزولو. المهم انا غنهبط هكا الكاميرا لتحت لرجليه غتشوفوا معايا رجليه، وانا غنشوف الطريق ما ربما تكون شي طوموبيل جايه. المهم كيما غتشوفوا غنزول رجليه اليمنيه، نتمنى يكون التصوير واضح. رجليه اليمنيه غنزولها من الاكسل من فوالا دابا راه باين، دابا راه كنظن باين. رجليه اليمنيه غنزولها لومبرياج بشويه، ورجلي اليسريه كتبقى الفران كنبقى هكا، حيت انا اصلا عندي دابا الطوموبيل شويه طالعه اني هابطه بوحدها بلا ما نكسيري كاع. فوالا اني كتهبط فوالا دابا تقادت ليا الطوموبيل يعني بلا ما كسيريت انا كاع، حيت كانت شويه الطوموبيل على عاليه شويه. ودابا غندير غنزول كما شفتوني كما درتو في الاول غنديرو من بعد، غنزول يعني زولت المارشاريال ودابا غندير البرومي الاولى، يعني دوزت الاولى صافي تي غني دوزت هذه اللي دوزت. ودابا غتشوفوا معايا رجليا باش غنزيد، يعني نحيت رجليا كامل هكا بقات غير رجليا اللي على الفران، ضروري هاد الرجل كتخلوها على الفران. ودابا الكسيلاتور راني يعني كنحط رجلي على الكسيلاتور، وكما قلت لكم في الاول ما تحطوش غير الصبعه عند رجليكم، يعني حطوا الوسط هكا يعني تجي في الوسط تحكموا بها مزيان، ماشي غير هكا غير الصبعان ولا. المهم كتبقى هكا، انا غنسكت باش تسمعوا الطوموبيل. شفتوا علاش سمعتوا الصداع ديال الطوموبيل الصوت ديالها طلع؟ علاش؟ حيت راني باركه على بركه باش نزيد، ورجليا الاخرى ما زولتهاش، كتسمعوا هاد الصدى بحال هكا. يعني تبقاو ديروا هكا مي غتسمعوا الصداع ديال الطوموبيل زاد كتبركو باش غتزيدوا، ورجل على الفران كتزولوها بشويه كما غتشوفوا. انا ما بغيتش نزولها دابا حيت ما بغيتش تزيد لي يعني حيت راني في الدوره غنزول من هاد يعني نخرج من هاد الدوره هادي، حيت الا زولتها الطوموبيل غتمشي شويه دغيا، داكشي علاش ما غاديش نزول دابا. غنزولها خرجت من الدوره كما كتشوفوا، وانا كنكسيري بشويه ونحيت رجلي من الفران، يعني ساهله
غير تبقاو تركزوا معاها كما كتشوفوا. ودابا كنكسيري غير بشويه وانا كنبقى كسيري بشويه وانا غادي من غنستالي هنا. دابا من ستالي ضروري كما قلت لكم نرجع للفران ورجع للنومبرياج باش كنرجع الفيتاس بامور ديرو بامور باش غنوقف باش الطوموبيل ما تزعزع عليهاش من بعد. كما شفتوا فران امان ندير فران امان درتو يعني فران امان كتبغيو تسوقو كيكون لتحت مي كتبغيو توقفو كتجبدو حتى كدير طق طق كتسمعوه اصلا يعني كيصور لكم راه شاعل الضو. هذا فران امان مي كتكون فران امان هكا هنا راه يعني صافي الطوموبيل راه تقدر توقفو كما كتشوف. ودابا غنرجعو للفيتاس كما شفتو انا غندير يعني غير في بلاصتي وغنوريكم رجلي اليسريه كما قلت لكم من الاول الفران وهذه لومبرياج كامله. دابا دابا كما غتشوفوا غندير الاولى الثانيه لتحت يعني خصكم تتبعوا بحال هذاك الشيء اللي كاين هنا فهمتوا. غتزيدوا شويه غديروا الثوازيام غتهبطوني شان كاتخيام فهمتوا. غتمشيو حتى الجم سانكيام تهبطوا لتحت سيزيام يعني كيما مرسومه هنا كيما كاينه هنا لتحت. ومي كديروا رجلكم على لومبرياج كتحلوا ليها البيبان باش يدوز. الا ما درتوش رجليكم على لومبرياج الفيتاس ما غاديش يدوز لكم يعني تقدر يترس لكم الفيتاس. هذا تحدو منها يعني ضروري ديروا لكم على لومبرياج وتبركوا عليه مزيان باش يدوز لكم الفيتاس. المهم رجعت معكم كما شفتوا انا عطيت لكم شي افكار قلال قلال وشي حوايج قلال ونتمنى ان تطبقوهم. اللي بغات تعلم هكا اللي كتعلم في اوتو ايكول راه اوتو ايكول راه يعلمها يعني ماشي ما كنهضرش انا الناس اللي راهم مع اوتو ايكول يعني كاينين الناس اللي كيتعلموا بوحدهم مع عائلتهم ولا باغيين يشوفوا غير لي فيديو يكون عندهم افكار ولا. حتى انا تعلمت اوتو ايكول ولكن من بعد هزيت الطوموبيل ديالي لقيت شويه ديال الصعوبه يعني وليت كنت انا بديت كن يعني مهادي 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 عاد باش تعلمت. يعني ما نقولكمش انا تعلمت خرجت من اوتو ايكول كونسوغنيشن هكا بوحدي نمشي في الدروت ونمشي لا حتى انا كنت صراحه كانت عندي ملي كنبغي نهز الطوموبيل كانت كتجيني الخلعه الخلعه كنقول نهز الطوموبيل غندير غنفعل عرفتي بشويه 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 عاد باش ولفت. المهم نتمنى الفيديو ديال النهار يعجبكم ونتمنى الناس اللي كيعجبهم الفيديو بحال هكا يديروا لي لايك والبارطاج وقولوا لي شنو الحساب الفيديو ديال السوغان شنو كيعجبكم حيت كاين اللي كيكون عندها مشكل كي غادير باش تكاري كاين اللي كيكون عندها مشكل كي غادير باش تخرج كاين اللي كيكون عندها مشكل يعني بزاف د الحوايج كيكون عندها شي مره حتى في الطريق حتى حساب لي بلاك حساب الرومبوان على حساب بزاف د الحوايج. المهم نتمنى اللي كي يعني اللي باغي هذا الشكل ديال الفيديوهات كتبوا لي في الكومونتيرات شنو بغيتو وهادشي اللي كاين وغندير لكم ان شاء الله علاش لا يمكن حتى شي مشكل. ونتمنى الفيديو يعجبكم وكنقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شفتوا دابا ملي قلت لكم بسلامه راه ماشي بحالي كيما شفتوا سبحان الله الشتا بدات كطيح شفتوا قبيله ما كان لا شتا لا والو ودابا الشتيوه كطيح شتوني الحمد لله جات مع العشيه ماشي مشكل. فهادشي اللي كاين دابا غنخليكم كيما قلت لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.